السلام عليكم. في الجزء اللي فات احنا اتكلمنا عن الإضاءة الداخلية وحاولنا ان احنا نعمل محاكاة لفيلم لوجن وإضاءة السان لايت اللي داخلة من الشباك. النهاردة احنا هنتكلم على جزء بيهم ناس كتيرة قوي، هم الناس الاركتكتشر وخاصة الناس الانتيريور ديزاينر، وهو ازاي نعمل إضاءة داخلية. في البداية كده لازم تسأل نفسك سؤال: هل انت فكرت قبل ما تعمل إضاءة داخلية ان انت تعرف الإضاءة اللي انت بتحطها دي هي كام وات؟ او سألت نفسك هو اليومن بتاعها قد ايه؟ طب هي ليه بتتحط هنا؟ طب هي بتنور بمساحة قد ايه؟ الكلام ده هو الأساس. للأسف أغلب الناس المعماريين أو الديكوريشن لما اتعلموا 3D اتعلم إن هو عندنا سبوت لايت، يلا حطه، هوب إداني إضاءة. بس هل الإضاءة دي واقعية إن هي كافية تنور لك المكان ده؟ لا، ما أنا هرفع بقى الشاتر سبيد والحاجات دي في الكاميرا ويلا إيه هظبطها. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع ببساطة عبارة عن إيه؟ ببساطة كده بيقول لك إن في برضه شرط كده، إحنا اتكلمنا قبل كده قلنا إن إحنا هنمشي بأسلوب علمي في الشرح بتاعنا، فده بالظبط اللي إحنا بنعمله. الإضاءات الداخلية بيقول لك إن ديت أنواع من أنواع الإضاءة الداخلية. لو أنت كتبت يعني اللايت شارت اليومن او اي حاجه في جوجل هتلاقي طالعه لك دي، ماشي. دي من حاجات اساسيات الاضاءه. بتلاقي مثلا بيقول لك ان الستاندرد زي البالب لايت ده بيقول لك ان هو بيبقى 100 وات، اليومنز بتاعته 1690. طيب انا بقى هستخدم الحاجات دي جوه 3 دي ازاي؟ هو ده اللي هنفهمه وهو ده اللي هنعرف ازاي نعمله، تمام. لما تيجي تشوف مثلا اضاءه تانية زي إضاءة البلحة دي، في ناس مثلا تيجي تنور مثلا تبقى عندها في التصميم بتاعها نجفة، فتلاقيها حاطة مثلا مليون إضاءة للفيري لايت مثلا سفير، وحاطة أي رقم كده، وممكن تكون الإضاءة عالية جدا أو الإضاءة واطية جدا. الكلام ده ما ينفعش. انت كراجل مصمم 3D واتعاملت مع الإضاءة لازم تحترم الإضاءة ولازم تعرف انت ازاي تمشي صح. في الدرس بتاعنا هنشرح الأول حاجات شوية أساسيات كده في الإضاءة، وهنشوف في الآخر ازاي نقدر نخرج التصميم بالشكل ده ونغير في المود الإضاءة بتاعته بحيث ان هو يطلع بالمنظر ده، تمام. ففي الإضاءة طبعا أهم حاجة عندنا ان انت ما تنساش الكرر temperature اللي احنا بنشتغل عليها من زمان، وقلنا ان انت ازاي تظبط فيها. طبعا عندك الهولوجن سبوت لايت اهوت، وعندك كل وايت، ودي الاضاءات بتاعت اللي هي ال 120 وات ودي 60 وات. كل ده هنبدأ نشتغل عليه واحده واحده. طيب خلونا كده ايه، نقفل ده، نعمل سيف كده، وتعالوا هنا نشوف الإضاءات بتبقى عاملة ازاي. ماشي، هاجي هاخد هنا الـ V-Ray، هستخدم الـ V-Ray وهستخدم الـ V-Ray Light وهقول له Sphere. ماشي، اظبط السفير كده. بص يا سيدي، شايف عندنا هنا، طبعا انت عندك هنا الراديوس، انت بتكبرها بتاعتك قد ايه حجمها، ماشي. وهنا نقدر نغير في اليونت، هقول له انا عايزها باليومن باور ونبدأ نشوف. احنا دلوقتي هنفتح الشارت بتاعنا ونشوف انا عايز مثلا اعمل ال 100 وات 1690، يبقى هنحط هنا 1690. طيب ال 100 وات بقى انت عايز بقى هي الباور بتاعها، بقى نفتح من هنا بقى انت عايزه مثلا يكون كول وايت، نخليه مثلا كول وات ولا نخليه وايت وخلاص، نخليه 6500. نخش هنا في كرر تمبريتشر نقول له 6000، هو متظبط 6500، ماشي. ناخد واحد منه تاني هنا كوبي ونخليه، تعالى كده نشوف ده مثلا ال 40 وات. طب خلينا في الشرط بتاعنا ده خلاص، ناخد مثلا ال 72 وات ده 1460، 1460. والكرر تمبريتشر بتاعتنا ممكن نخليها كول مثلا وايت 4200، ماشي. وهناخد برضو واحد تالت كده ونشوف مثلا ناخد ال 27 وات
او اللي هي بتاعت البلحة دي هتبقى كام؟ 1600. ماشي، ادي 1600، ونغير نخليها مثلا هوليجن مثلا 3000. تمام، تعالى كده نعمل ريندر ونشوف. شايفين الفرق ده؟ بالظبط مديني الإضاءة الواقعية بتاعة ال 100 وات والإضاءة الواقعية بتاعة ال 72 والإضاءة الواقعية بتاعة ال 27. طبعا الراديوس بتاعك بتظبطها، انت مثلا انت عندك نجفة فانت بتظبط الراديوس بتاعتك على قد النجفة. سوري. عندك مثلا اباجوره فانت بتظبط برضو الريدز بتاعتك على قد بيبقى الاباجوره موجوده فيها. يعني مثلا لو قلنا ان الاضاءه دي هنحطها جوه اباجوره، لو هنعتبر ان دي اباجوره، خلينا بس ايه دايما انا باكد ان احنا نشتغل دي الفيري ار تي. ماشي، حاجة مثلا بالمنظر ده. وعلشان فاكرين احنا لما اتكلمنا على السيرفيس ريسبونس قبل كده وشرحناه، علشان تخلي الإضاءة باينة من جوه، مثلا أنا هخلي دي اهيت، هجيبها مثلا أبيض أو لون مثلا بيج شوية، وهخش هنا وأقول له تو سايدد وبس خلاص، ودي لها الماتيريال بتاعتها. تعال نشوف اللي هيحصل. اسف، شايفين بالمنظر ده؟ تعال ناخد دي كده، ناخد دي كده، تمام. تقدر ان انت تكبر، كل ما كبرت الريديوس بتاعتك كل ما هتدي لك الإضاءة أقوى شوية. طبعا أنت المفروض يعني للأسف الناس الديكور، الناس اللي بتشتغل في الديكوريشن ما بتتعاملش أبدا بالموضوع ده. لا، هو بيقول لك بتلاقي مثلا هو عامل إزاي، خلينا بتلاقيه جاي كده وقال الديفولت كده، وقال لك إيه يا عم اديني 30، انا عايز اخلي المشهد بتاعي منور شوية يعني. لا، خليها زي ما هي دي كده، وتعالى نمسك على دي، يقول لك يا عم اديها لي مثلا 15. ماشي، عشان تنور لي وتديني الاضاءة بتاعتي بالشكل ده. هو للأسف ان ده انا بالنسبة لي يعني كهندسة في الإضاءة ما ينفعش إن أنت تعمل كده. بس في ناس بيقول لك ما هو أنا لو ما عملتش كده الإضاءة عندي مش هتظبط. بس أنت حاول على قد ما تقدر إن أنت مثلا لما بتستخدم مثلا في النجف أو الحاجات دي تمشي بالمبدأ ده. الكلام ده بيريحك كتير أوي. هنخش على البروجكت دلوقتي هنشوف إزاي بنعمل الكلام ده. طيب خلونا كده نشرح شوية حاجات في الفيري. لو على سبيل المثال أنت عندك مثلا إضاءة فيري تانية أهي بالمنظر ده، وحبيت تخليها عامله زي السبوت لايت زي اضاءه الاي اس كده، ماشي، فبتعمل ايه؟ هنيجي هنا كده نقول له انا عايزها بلين عادي، وهتيجي هنا تحت هنا ماشي، وتقول له انا عايز اشوفها في الراديوس كده، وتبدا تغير الدايركشن بتاعها تخليه بالمنظر ده. هيبدا يديلك الستايل بتاع، شايفين، تخليه كده تخليه كده ماشي. دي حاجة من الحاجات اللي تقدر تستخدمها في الفيري لايت. طبعا انت عندك الفيري لايت هنا عندك كاست شادو، وانت تتحكم اذا كان انت عايزه الاضاءة وتعمل ظل او لا. عندك الدبل سايد، انت لو تخلي الاضاءة، خلينا نشيل دي كده ونعملها كده، بتقول له انا عايز الاضاءة بتاعتي من تنور من تحت ومن فوق ماشي. عندك انفيزبل، ان انا اخفي الاضاءة ما تبقاش باينة
شكل الإضاءة، بس هيخفي بس اللون بتاعها، بس مش هيخفي الإضاءة نفسها، مش هيخفي قوة الإضاءة. ماشي. السكاي لايت بورتبل ديت هنشوفها بعد كده في مشاريع قدام ديت، علشان لما تحب تسحب إضاءة السكاي لايت من بره اللي تدخلها عشان تدخلها جوه الاوضه. ماشي. الستور ويز ريدنس ماب بتستخدم احيانا، بتلاقي الريندر معاك سريع، بس ليها بعض الاخطاء، بس دي بتبقى حلوه قوي لما بتعمل في الانيميشن يعني. لما بس كان زمان كنا احنا بنعمل سيف ريدنس ماب. الافكتيف فيوز طبعا تقدر تزود او تقلل شده الفيوز بتاعتك. تمام. السبيكر نفس الفكره، لو انت عندك حاجه لامعه عايز تخلي السبيكر بتاعها لامع اكتر، تقدر تعلي السبيكر. مثلا عندك كوره بولينج او حاجه وحاطط لها مثلا فيري بلين، عايز تخليه يعمل ريفليكشن او لا براحتك. دولت اهم 3 حاجات لازم ايه تبقى انت عارفهم في الفيري. الدوم والمش هنتكلم فيهم بعدين مش دلوقتي. ماشي. بس دولت ايه الحاجات المهمة. طيب احنا دلوقتي عرفنا ان احنا ازاي نستخدم الشرط دولت ان احنا ندخلهم جوه الثري دي بتاعنا. مش وانا بالنسبة لي انا دايما بشوفها ان هي دي الاضاءة الواقعية بتاعتي، ان انا لما باجي بستخدم مثلا في الواد بتاعي قال لك 1490، خلاص انت اشتغل على ده. لو جيت مثلا على شرط تاني مثلا قال لك ان اليومن بتاعتها مثلا 280، استخدم على 280. تمام. شايف؟ هتلاقي مثلا 60 وات كاتب لك 850 بس، فانت مش محتاج ان انت توجع دماغك كتير. اتكلمنا قبل كده عن اضاءة الاي اس، وهنظبطها هنا بقى جوه الانتيريور، جوه المشهد الانتيريور. فتعالوا بقى ايه بدينا نبدأ كده جوه المشهد. اول حاجة هبدأ اعملها هي اضاءة الاندايركت لايت. انا عن نفسي واحد بحب قوي اضاءة الاندايركت لايت، ان تبقى الاضاءات المخفية والكلام ده بتديني روح حلو، وانا اتعمدت ان انا اخليها البلو علشان تديني الكالر هارموس. فاول حاجة هعملها ايه، هنيجي هنا كده. طبعا الملف ده هتلاقوه في الاخر موجود معاكم. ماشي. وهاجي هرسم كده يا سيدي فري بلان بالمنظر ده. مش مظبوط. طيب خلينا نرسمه هنا كده. تمام. وهاجي اغيره، هنخلي ده زي ما هو كده، وهقول له مثلا انا عايز الشده بتاعته 8، واغير الكلر تمبريتشر هخليها 30000 اللي هي اعلى. بعد كده مش هتلاقي بعد ال 30000 خلاص يعني، 30000 هتلاقيها مدياني الدرجه بتاعت اللي هو البلو اللي احنا شايفينها دي، وهتبقى الدرجه هدي. طبعا بقى ما تجيش انت بقى تتذاكى وتقول اوه هوب تعالى اخد كده، مفيش اضاءه كده، انت مش هتلاقي اصلا اضاءه كده، ومش هتطلع لك ابدا اضاءه كده. فلا، انت بعد اذنك استخدم الكلر تمبرشر بالشكل ده. تمام. وهنخليها مثلا عادي، ممكن نخليها بلاش فيزيبل، خليها زي ما هي. تمام. وهنيجي ناخد منها نسخه كده، نقول له انستنس عشان اللي يتعدل هنا تعدله في اي حته بعديها. تمام. وهنيجي برضو ناخد منها نسخه تانية انستنس كده نلفها. ماشي. بالمنظر ده تعالوا نفتح الاكتيف شيد او الار تي. طبعا بص، هو ظاهر لي هنا حاجه اسمها سب بيكسل كلر مابنج، هي ما بتشتغلش مع الار تي، بس هنفهم بعد كده هي وظيفتها ايه، لانها هي مهمه جدا في شغل الاركتكتشر. فخلوني اقفلها كده عشان ايه عمو ده ما يزعلش. تعالى كده في الار تي اشيل المسج ديت عشان ما تظهر ليش هنا. ماشي. ظهرت لي دلوقتي الاضاءه بتاعتي بالمنظر ده. طيب تاني حاجه هعملها ايه، هبدا انور الحاجات الباقيه. عايز اعمل برضو اندايركت لايت تحت هنا، ممكن اخد ده بس هاخده المره دي كوبي كده
والمفروض ان ده بيبقى LED light، فالمفروض ان هو بيبقى رفيع قوي كده. ماشي، تعالى كده ايه، ممكن اعمل كده. بالمنظر ده تمام. وفي الكارت تمبريتشر هنفتح دي ونشوف، انا عايز اخدها مثلا 2700، 2800، خلينا في 3000، 3000، وخلي المالتبلاير مثلا بتاعها خليها مثلا ايه، 3000. لو دخلنا كده في الباور، يعني ممكن نقول مثلا 1200. تعال كده نعمل، شايف الإضاءة طالعة عاملة ازاي؟ خلينا نخليها 600 مثلا أو 800. ماشي، بس انا حاسس برضو ال 3000 انا شايفها درجة او ممكن مثلا ناخد ما بين ال 4200 وال 3000، يعني مثلا نخليها مثلا 3700 مثلا، وممكن برضو تفضل كده 3700. طبعا انا هنا مفعل الاكسبوجر، هنخليها 3000، انا هشتغل على 3200 دلوقتي مؤقتا لحد ما نخلص بقية الاضاءات بتاعتنا. ماشي، خلصت الجزء ده، نيجي نشتغل على الاضاءة اللي جوه. اختار كده سفير واقول له تعالى كده من التوب ارسم لي اللمبة دي وارفعها لي هنا كده، خليها في النص، واقول له دبل سايد، مش هعمل لها انفيزبل، وهنخليها بالليومن. بص هي هنا حوالي 20، فاحنا هنحاول نخليها 15. تعال نشوف كده البار بتاعها بقى 1033. تعال نعمل رندر تاني كده. طيب انا هرجعها احسن لل 100 وات عشان ايه ما تفزلكش. 1690 هي علشان تديني اضاءة كويسة، هي عايزة 100 وات، يعني اضاءتها كده في المعقول. ماشي، تعالى بقى ايه ننور الاضاءة اللي ورا دي. نخش كده وبرده هي فين هنا كده، نختار، احنا عندنا حل من الاتنين، يا اما نختار فيري بلان في الحاجات اللي بتبقى جوه زي دي، يا اما تخليها مثلا سفير كده، او تدي لها فيري بلان. الاتنين هيدوا لك شكل حلو للإضاءة. ماشي، وهاجي برضو هنا كده هقول له انا عايزها 1690، وهخليها بكالر تمبريتشر وخليها 4200. خليها كده برضو. خليها دبل سايد. تعالى كده نشوف. ظهرت معانا بالمنظر ده، بس انا هحاول ان انا اقلل العود بتاعها. خلينا نعمله مثلا على دي، مثلا احنا عايزينها تبقى حواليها، هي تبقى البلحة تقريبا. تعالى كده نشوف كده لو خليناها كم، 370 مثلا.
سوري. يعني أنا شايفها إن هي إضاءة صح جدا وواقعية من وجهة نظري. طب تعالى كده إيه نعمل لها ريندر، شايفين طلعت معانا بالمنظر ده. تقدر أنت تعليها شوية مثلا، نخليها 800. تعالى نعمل ريندر كده تاني، يعني 800 درجة كويسة ومطلعة إضاءة شكلها حلو. طيب تعالى كده نعمل تشيك على الجزء ده كده، شايفين الإضاءة طالعة عاملة إزاي؟ يعني ما عملناش حاجة كتيرة يعني، وما اخترعناش يعني، فالإضاءة بتطلع معاك واقعية بشكل كبير يعني، بنسبة كبيرة قوي. بس أنا على ما أتذكر إن أنا كان عندي الإضاءة دي هي بتبقى أفتح، فإحنا ممكن إحنا عملناها على 3200، فهي لأ هي 4200، أعتقد 4200 هتديني الإضاءة الواقعية. ما تحاولش إن أنت تكروت يعني، ما تحاولش قد ما تقدر إن أنت تشتغل أي حاجة كده وخلاص، لأ أنا المفروض أنت بتحاكي حاجة واقعية فالمفروض تعملها. أنا شايف إن الإضاءة دي هايلة، وتقريبا كانت نفس الإضاءة اللي عندي الكول وايت. شايفين كل حاجة بالدرجات بتيجي، إنما أنت بقى تقعد تلعب بقى في الكالر وتعمل ومش عارف إيه، كل ده مش هيفيد معاك بنفع. ماشي، فإحنا دلوقتي خلصنا، عملنا دلوقتي ايه اندايركت لايت هوت، واضاءه خفيفه كده للناس اللي بتحب الروقان وبتحب الهدوء. تعالى بقى ايه نخش على سبوت لايت. ماشي، بص الناس اللي بتواجه مشكله زي دي لو عملت او كده هتلاقي الدنيا ايه، ما جاتلكش المربعات دي تاني يعني عامه. ماشي، فهنخش بقى على اضاءات الاي اس. هنيجي بقى كده نعمل اضاءه بالمنظر ده، ونخلي التارجت بتاعها هنا، هنمسك دول كده ماشي بالمنظر ده. ونيجي بقى نشوف من الشغل بتاعنا، انت عايز الاضاءه بتاعتك عامله ازاي. مثلا انا عاجبني شكل رقم 11، فاخش كده واقول له حداشر، تمام. وهتيجي هنا بقى انت براحتك بقى، عايز تغير الكالر تمبريتشر بتاعتك، مثلا هخليها مثلا الكول وايت 4200 بالمنظر ده كده، ماشي. طبعا انا باخد ده انستنس هنا كده. تعالى نعمل ريندر كده، مش ريندر يعني، نشوف في الفيو بورت بتاعنا. شايفين جاية معانا بالمنظر ده. طيب بص بقى، في الاي اس انت عندك كذا حاجة. اول حاجة عندك الانيبل او الديسيبل، ديت ان انت تعمل ايه، تخلي الاضاءة تظهر او تختفي. ماشي، انيبل فيو بورت شيدنج لما انت بتبقى مفعل الرياليستيك فبتبان معاك الاضاءة، تمام. كل ده احنا مش محتاجينه يعني. والتارجت، التارجت اللي تحت ده، اللاين اللي تحت ده، انت بتختار من هنا الفايل بتاعك، والروتيشن انت بتلف الاضاءة بتاعتك. يعني انت عايز الإضاءة مثلا تلف على الإكس، فأنت مثلا إيه لو عملت كده 90 درجة الإضاءة بص هتلاقي معاك بتلف. عايزها على الواي، عايزها على الزد، بتلفها زي ما أنت عايز. ما بتلعبش في دول، أنا ما بلعبش بصراحة في الكات، بس خلينا أقولها لك يعني. الكات أوف لو أنت خليتها زيرو هتلاقي شايف دول هتلاقيهم حادين قوي، مش هيبقى سوفت كده، فانت خليها زي ما هي ما تلعبش فيها. الديفيوز، الدرجه بتاعت الديفيوز انت لو خليتها صفر هتظلم. ماشي، خلينا نعمل اهو، شايف ظلمت. لو خليتها واحد هتعلى. لو انت عايز ترفع السبيكلر في حته هتعلي السبيكلر بتاعك زي ما هو. ماشي،
ده لو انت عملت الاوفر رايت شيب ده، انت عايز تشوف شكل الاضاءه بتاعتك في الاخر هتبقى عامله ازاي، هتبقى بوينت ولا ريكتانجل ولا سيركل ولا اي حاجه من دولت. فخليها مقفوله زي ما هي، الشيب ديفايد مثلا هخليه 16 عشان ريزولوشن. وهنا بقى بتيجي في الباور، تقدر بس تتحكم في الباور بقى بتاعك، بقى بتشوف مثلا انت عايز الباور بتاعك هي دورته 850، ممكن مثلا تعملها على 320، مش هتلاقيها قلت معاك. ده اللي هو ايه، بتوطي وبتعلي بالمعنى الاصح الاضاءه بتاعتك يعني. شايف؟ طبعا انت بتستخدم الباور بتاعك برضو من هنا من اليومن. تمام. فانا شايفها دلوقتي هي مظبوطه. شايف الاول كانت 800 وحاجه، كانت لسه اول. لو انت مش قادر تفهم دول انت مش هتطلعها صح ومش هتطلعها مظبوطه. ف خليني كده امسك اللايت دول كده، بس اشيل دي منهم، ونقول له اقول له كده instance ماشي الشكل ده كده، وتعال نشوف المنظر معانا هيبقى عامل ازاي في الاخر. ظهر معانا بالشكل ده. تعال بقى ايه نعمل ريندر، وممكن برضو انت تحط سبوت لايت في النص كده عشان تنور الحته في النص، بس احنا مش عايزينها دلوقتي. فتعال كده ايه نعمل ريندر نشوف الدنيا معانا هتبقى شكلها عامل ازاي. وده كان ببساطه الريندر بتاعنا. طبعا انا ما لعبتش خالص في اي اعدادات ريندر ولا اي حاجه، الكلام ده هنشوفه في الاخر هيبقى عامل ازاي. بالنسبة لي إن دي إضاءة واقعية، إضاءة مريحاني نفسيا، ما تعبتش فيها لأن أنا استخدمت فيها أساسيات. أكتر مشكلة بتواجه الناس في الإضاءة هي إن هي مش عارفة الأساسيات. بأكد مليون مرة يا جماعة اهتموا بالأساسيات علشان تطلع الموضوع مظبوط. حتى شايفين صورة التلفزيون ديت، أنا المفروض حاططها كده بس إيه يعني فيري كولر، هو المفروض مش كده. المفروض إن أنا بخش في الشارت وبشوف هنا بيقول لي ان ال LCD السكرين بتاعتي من 5500 ل 10500. فالمفروض ان انا هاجي هنا كده وهاجي هعمل فيري بلان بالمنظر ده، خليه هنا كده ماشي، وهقول لده invisible مش عايزه double سايد ولا حاجة. وهنيجي هنا اشوف قال لي كام، 5500 5500، بس بيقول لك لحد 10500، فاحنا خلينا 10500 ماشي المنظر ده، ونخلي مثلا ايه 10 بالشكل ده. وتعالى هنا كده عشان انا كنت معلي الاضاءة، هخلي دي مثلا 4. تمام. تعالى كده نعمل ريندر للجزء ده كده تاني. شايفين طلعت معايا في الاخر بالمنظر ده، وحتى مدياني نفس الافكت بتاع اضاءة التلفزيون اللي انا عايزها. فده كان شرح بسيط كده للاضاءة في الريندر. بقى بص يا سيدي، في حاجات كده مهمة لازم تبقى فاهمها وانت بتشتغل شغل انتيريور خاصة يعني. اول حاجة كده لازم تحطها في الاعتبار لما تيجي تشتغل
دايما علم على السب بيكسل مابنج. السب بيكسل مابنج هي عباره عن ايه؟ في ناس كتيره قوي بتقول لك انا باجي بحط سبوت لايت بس بيظهر لي فيه نقط سودة هنا كده او في حاجات من دي. الكلام ده بيحصل ليه؟ بيقول لك ان لما بتبقى الاضاءه في مساحه صغيره قوي كده في الريندر، انت المفروض يا بتعلي السب ديفايس قوي فعلشان يقدر ياخد، شايف كل دي عباره عن بيكسلز، فالمفروض ان هو بيبدا يعمل حسابات لكل بيكسلز من دي. فاستحاله لو انت رفعت السب ديفايد بتاعك مثلا، لو رفعته ل 32 هياخد معاك مثلا وقت رندر طويل، فهتلاقي في الاخر الرندر هياخد معاك وقت طويل قوي، وفي الاخر انت ما عملتش حاجه يعني ما استفدتش حاجه. فانت بيقول لك الافضل اعمل سب بيكسل مابنج، دي هي بتعالج لك النقط السوداء اللي بتظهر لك في الاماكن الصغيره اللي فيها اضاءه. ودي طبعا دي حاجه خياليه يعني، جربوها هتلاقوا فرق كبير في الاضاءه. وكمان هي بتعمل ايه؟ الطبيعي لما انت بتحط اضاءه المفروض بتبقى انت شايف الشيب بتاعت الاضاءه من الحواف، يعني لو الاضاءه عامله جلو كده المفروض انت شايف الشيب دي. لما بتشيل سب بيكسل مابنج لو في اضاءه لازقه على حيطه هتلاقيها مضيعه الملامح بتاعتها، مش هتلاقيها باينه، او هبقى اشرحها يعني قدام كده اوريكم الفرق بالظبط ما بينها هتبقى عامله ازاي. بس المهم ان انت اعرف ان انت تخلي السب بيكسل مابنج بتاعتك ماشي. انا عن نفسي دايما لما بحب اشتغل من كويك سيتنج، وبختار انتريور وباجي بخش هنا برفع مثلا سب ديفايد مثلا 12، مثلا 12 هيديني درجه كويسه ماشي. ودايما اتاكد ان النويز تريبل شورت دي 0.5. وبعد كده في الاخر الناس اللي تشتغل بقى انتيريور علشان ايه ما تاخدش وقت طويل في الريندر، نزل حاجه اسمها، خش في الاليمنت كده قول له دي نويزر ماشي، وفي الدي نويزر انزل تحت كده خالص وقول له ادفانسد واشيل بس علامه الصح من عند الهاردوير ماشي، وتبدا تعمل ريندر. فاي نويز في الصوره او اي حاجه بايظه في الصوره هتلاقيه عالجها معاك. وطبعا وانت بتعمل ريندر المفروض انت بتعمل ريندر اليمنت، هنشوف في الاخر ازاي هنطلع الاليمنتس بتاعتنا ونعمل لها بوست برودكشن. تعالوا بقى ايه نعمل ريندر كده نهائي كده نشوف الدنيا معانا في الاخر عامله ازاي. بصوا يا جماعه حاجه اخيره بس علشان نسيت اقولها لكم، واحنا بنيجي نعمل ريندر خش اتاكد ان انت في الجي اي هتلاقي ديت ديفولت، خليها ادفانسد، وافتح الامبيت اوكليجن وخليها، خلي مثلا السب ديفايد بتاعتها 16 وخليها زي ما هي كده. وبعد كده هتخش في اللايت ليستر وابدأ بقى ارفع السب ديفايد بتاعتك. فهنخلي مثلا ديت كل واحده فيها مثلا، ودايما خليهم ارقام زوجيه، ما تحاولش تخلي حاجه فيهم ارقام فرديه عشان في الريندر بتفرق كتير تمام. فهنخلي ديت مثلا 22، خلينا مثلا نشتغل على 22 ماشي. وهنيجي نعمل ريندر تاني عشان يدينا الكواليتي بتاعنا المظبوط. ده كان الريندر النهائي ببساطة كده بدون أي لعب وخالص، أنا بس عملت الإكسبوجر كده قفلته شوية وظبطت الورم لايت علشان تلاقي الدنيا معاك مظبوطة شوية. خليك دايما تشتغل على الوايت بالانس، لانه بص شايف الفرق ما بين كان هنا كانت الدنيا كلها باينه قوي ان هي بلو، بس هنا بدات تبان الاضاءه شويه اصفر مع البلو مش عارف ايه، فاداني بالانس كويس. فالموضوع مش صعب، الموضوع سهل طالما عرفت الاساسيات. كل لازم تبقى انت حافظ التمبريتشر شارت، ولازم تبقى عارف انواع يعني الاضاءات بتاعتك واليومن بتاعتها، ولازم تبقى عارف الوات بتاعها تبقى عامله ازاي عشان تقدر تشتغل. فده كان درس بسيط كده للانتيريور ديزاينر، واشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم.